رجعت على البيت حتى ترتاح، دخلت شافته بأحضان صديقتها. مفاجأة كبيرة إلها طبعا. كيف صارت القصة؟ أنا مشي خنسة مع صديقة ديالها. أنا مشي شو؟ أنا مشي مشي شو كنت عم تعمل مع صديقة؟ أنا مشي خنسة مع صديقة ديالها، ولكن أنا منين أنا مهر الدار باش منين كان الخصام بيني وبينها حطيتها في العمل ديالها ورجعت للدار. الثقة العمياء ديال الزوجة ديالي اللي كتعطيها المفاتيح ديال المنزل كتخلي كتبقى الزوجة ديالي في الدار، الصديقة ديال الزوجة ديالي كتبقى في الدار. أنا رجعت كنلقى الزوج كنتفاجئ كنلقاها في الدار كتقول لي أجي نهضرو أجي نتكلم أجي نحلو مشاكل الزوجة ديالك، حتى كترتعمي عليها. فإذا المرأة ديالي كتدخل ما مشاتش العمل. طيب هل كان في علاقة بينك وبين هذه الصديقة من قبل لا ولا لا 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 أول لا لا سبحان الله يعني لا لا سبحان الله ما كيف سائبت لا 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 يعني زوجتك كيف إلهامها لا لا هي الثقة ديال الزوجة ديالي فيها هي اللي خلاها يعني مش خطأك هذا مش خطأك بتقول لا خطأ مفوت لا يعني مش لا خطأك أنا بغيت سلسل الجمهور الكريم باش الحضور الكريم باش يعرف بأن أنا ماشي قصدت نخون من الزوجة ديالي أو لا أو ما عرفتش أنا ضعف الإيمان فانا ضعف الإيمان و ما عرفش على كل حال يعني متشكرك انك وثقت بالبرنامج مرحبا. حبيت انه ترجع زوجتك من خلالنا بقى بتمنى انا هالشي يصير خلينا نشوف نحن انا بعثت لها رسالة الى سارة وسلمتها ساعية البريد منشوف اذا وافقت على المجيء جورج احنا الان كنتواجدوا بمدينه الصدر البيضاء العاصمه الاقتصاديه بالمغرب وكيف ما كتشوفوا مورايا البحر زوين ويلاه دابا معايا باش نقلبوا على الدار ديال ساره مكمل باش نعطيوها الدعوه ديالها دابا حنا وصلنا للحي الحسني ودابا غادي نقلبوا راه الدار ديال ساره مكمل غير هنايا اجيو معايا نمشيو عندها يمكن هذه هي الدار ديال ساره اجيو معايا نشوفوا واش كاين السلام عليكم لالا سارة مكمل هادي لاباس عليك عندك واحد الاخ ديالك سميتو مهدي لالا سارة حنا جبنا لك واحد الدواء من طرف الاستاذ جورج قرلاحي جورج قرلاحي جورج قرلاحي تماما قبل الدواء ديال الاستاذ جورج بيان سور ان شاء الله لالا وشكرا بزاف وسمحي لنا وصلت هنايا وسلمتها الدعوة ديالا بعرف انه سارة صارت خارج استوديو هلأ مناديها حتى تجي القصة مختصرها انه معنا الاخ اسامة من المغرب اسامة متزوج كان له سنتين السيدة سارة هو بيشتغل بشركة اتصالات هي بتشتغل ايضا بمركز اتصالات كانت مريضة ذات يوم رجعت على البيت لقت اسامة في احضان اعز صديقاتها اختلفوا طبعا تشارعوا انفصلوا طلقها إلهم هلأ سنة وثلاثة أشهر مطلقين رجع الأخ أسامة لحتى يحاول يستعيد زوجته ويرجع هو إياها من هذا الاستوديو إلى المغرب بدنا نشوف هلأ شو موقف سارة من نادي سارة تفضلي سارة أهلا بسارة أهلا يا أمر كيفك تفضلي تفضلي عيوني اهلا وسهلا كيف احوالك ساره الحمد لله طمنيني عن شغلك الحمد لله تمام شفناكي لابسه نظاره كنتي قبل لما سلموكي الدعوه ايوه شلتيها شلتها حتى
كونتاكت لينسز؟ لا بس انا شايفاك منيح. منيح مية 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 مية. اهلا وسهلا فيكي. بعدك بشغلك مركز اتصالات؟ أوه. شو شغلك؟ شو بتعملي؟ بعمل زي ما بتقولوا كده بنبيع خطوط. بتبيع خطوط؟ اه شركة اتصالات يعني. اه قديش عمرك سارة الان؟ 21. 21؟ ما شاء الله عليكي، اهلا وسهلا فيكي. ميرسي ساره. ليكي في شخص اخر هو دعاكي الى هذا الاستوديو لانه يمكن في عنده مفاجاه، في عنده شيء مهم بده يقول لك اياه، في ما بعرف شو السبب بقى. بتحبي تعرفي مين الشخص اللي دعاكي؟ طبعا طبعا. طلعي بهالشاشه فاز. تعرفي النجم ده؟ عرفتي؟ عرفتي هلا البرنامج شو معناته؟ هذا البرنامج اسمه المسامح كريم. ما تزعلي بس انا مش عايزه يعني، انا ما جيتش هنا عشان. طيب خلص خلص خلص، بس هو يا دعاكي هلا جيتي عشاني. انا وياكي عشانك يعني، مش عاوزه اشوفه ولا انسي. انا ما جيتش هنا على قبل شيء يا ستي، انسي خلص. لا مش ممكن انسى، انا يعني ممكن اخرج ولا حاجه. لا لا مش عايزه اكمل في البرنامج ولا حاجه والله. تخرج انا انت فوق راسي يعني. تسلمي راسي حبيبتي، تسلمي تسلمي، هاتي لبوس راسك. لا لا والله، لا لا والله. عادي أنا فهمت القصة، وأنت معك حق 100%، معك حق 100%. هلا هو عم بيعمل بمحاولة، يمكن أنت ما تستجيبي، أنت حرة وقرارك بيدك. هدي أعصابك وأنا معك، ما تخافي. هذا الشاب طبعا هلا ارتكب خيانة، خيانة عظمى، زنا اسمه. بس يبدو بعد سنة وثلاث أشهر حن مشتاق، او مشتاق من الاول هو وحاسس بغلطه وجاي فكر انه بركي عبر هالبرنامج. ما تزن، لا ما ترجفين. لا بس لا ما ترجفين. حب يمكن اعتبر انه من خلال هالبرنامج ممكن يستعيد هالجوهره اللي فقدها. ممكن بقى كتب لك رساله، انا راح اقرا لك اياها وانت بعدين بتقرري، انت بتشوفي اذا بتصدقيه ما بتصدقيه. خلينا نحكي يلا. حبيبتي الغالية سارة، اشتقت لك كثيرا، لكن ليس أكثر من حبي لك. كنت أحمقا خائنا لم أقدر النعمة التي رزقني الله بها يا سارة، وهي الزوجة الصالحة والحبيبة التي لا تعوض. وقد وعيت الدرس تماما، صحيح طلقتك بعدها بناء على طلبك، لكنني أموت كل ثانية بعيدا عنك وعن حضنك يا سارة. أنا فعلا آسف، وجئت أتوسل إليك كي تسامحيني، مقرا بخطئي وخطيئتي، ومعترفا بأنني لم أكن أستحق حبك، ومقسما أمام الجميع بأن أبقى مخلصا لك طوال حياتي، وأن أرد إليك كرامتك أمام جميع الناس. وراجيا إياك يا سارة أن نعود لبعضنا البعض من جديد. سامحيني أرجوك، والمسامح كريم. سارة أنا بفهم شعورك، بفهم الجرح اللي عندك، جرح كبير. بس هذا الشاب إجا بعد كل اللي حصل أذل نفسه، يعني إجا أمام الملايين حتى أولا يعترف بالخطيئة اللي ارتكبها، يعترف أنه خانك وخيانة كبيرة، ومش خايف من كل هالناس اللي عم بيشوفوه، لأنه بحبك طمعا بالعودة لك والعودة إليه، يعني أن ترجع أن تعودي إليه. هذا القرار، هذا قرار بيدك انت وبقلبك انت. مش ممكن، ما اقدرش. مش ممكن، خلاص انت شلتيه من حياتك نهائيا. دي حاجه يعني
دمرتني يعني من اثنين من صديقتك كمان صديقتي يعني طفولتي كلها دوزت انا وياها نعم وواحد اللي كنت تتخيل فيه كل شيء بنيتي احلامك معاها شي في بابا ولادك كل شيء فهمتي نعم ما قدرش نعم نعم طيب انت انه شفتي بالجرم المشهود ولا اعتقدتي انه هذا اللي حاصل لا شفت كل شيء بعيني من بعد كي بان لي هو صاحبتي صافي ما قدرتش نصبر شنو غندير بقيت كنغوت جاتني هستيريا حاجه اللي ما غاديش تقدر تصورها طبعا اسامه معلش خليك قول شو بدك تقول هيدي فرصه لك وانت جيت وحبيت تشوف ساره هون بالاستوديو بقى تفضل احكي لها اللي بدك تحكيه شرف الغلط اللي تقع لي مع ساره بالنسبه لي انا ماشي اكثر من غلط انا هذيك المده اللي كنت دوس مع ساره عمري ما غنساها اللي في صراحه واخا طلقتها واخا طلقت واشتغلت في الديار البلجيكيه وخدمت تما كمهندس صوت بغيت نتزوج ولكن ما قدرتش مع عمري ما قدرت ننسى ساره عرفت فيها بزاف الحوايج عرفت انسانه اللي في صراحه عندها قلب كبير لا انا عارف ساره بان ما مدوش انا وياها قليل عارف ساره مزيان عارف بان هاد الهضره ماشي هي اللي كتقولها عارف بان ساره ماشي هي اللي كتهضر ساره انا عارف اني كنبغيها الصراحه عمري ما قدرت ننساها هي اللي كتقول انني عندها راجل عندها ماشي غير ماشي انا اللي راجل كاين رجاله بزاف انا كنقول قدام الملا ان هي اللي كاينه لي انا هي المرأة الوحيدة ديالي أنا وأنا عارف بأن سارة عمرها ما قدرت تنساني وأنا عمرها ما قدرت ننساها هي اللي كانت بأنني عمرها ما تسولات ولا شي حاجة أنا ديما كنت كنسول فيها أنا وكنعرف ديما الجديد ديالها وديما الأخبار ديالها هادشي اللي خلاني أنني نجي لهنايا البرامج ديالكم وندق أبواب ديال البرامج ونطلب سماحة منها أنا عارف بأن غلطت ونطلب من الله يسامحنا واللي درناه نعم ساره بدك تقولي له شيء بتحبي تجاوبي شيء انا مساعده استاذ جورج نضحي بالغالي والنفيس من اجل ديالها استاذ شو أنا يعني درت الغلط وكنتحمل المسؤوليه ديال الغلط ديالي انا الصديقه ديالي هي اللي بصراحه اللي كنت ديما كنتنبهها بان تبعد علينا اصدقاء تبعد علينا الصديقات ديالها تبعد علينا تخيل المشاكل بيني وبينها انا كان شي مشكل نحلوه انا ويا لا داعي لي يجيب لنا شي واحد يخدنا للدار ديما كننبه بان هذيك الصديقه ديالها ما تبقاش تعطيها الصور ديال الدار وهي لا ديما اللي فراسها ومني كنهضر معاها ديما كتاخذ القرار ديال الوالدين ديالها ما بقاش وصلت واحد النقطه اللي ما بقاش كنعرف ماشي حتى هي كاينه في الدار انت عارف انا هادشي ماشي مبرر هادشي ماشي واحد اللحظه بعدا قلت لك هذا مش مبرر ما بقيتش كنعرف راسي واش انا مزوج بها هي ولا مزوج صحاباتها ولا الوالده ديالها قالت لك هذا مش مبرر الا عطتني فرصه ان شاء الله اخر مره غادي نبرهن لها قدام الملا وقدام الله سبحانه وتعالى بان غادي يكون خير ان شاء الله ساره هذا الشاب تايب اجا تائب بدك تحبي تسامحيه مش قادره قولي لي هلا بشو عم تفكري ما عرفتش نقدر نسامحه ويعاود نفس لافوت ما عرفتش ساره انت كنتي سعيده بلا ها لما بعد عني كنت سعيدة؟ لا خاصة يعطيني اون بروف باللي ما عمره ما غادي يعاود يدير داك الشيء ما كاينش ما احسن من الله تقسم امام الله؟ امام الله قال اقسم امام الله هو صادق احيانا هذا الشاب؟ تحسي انه صادق؟
هو ما عمره ما غلط، هذه كانت اول مره وما عرفتش كيفاش زعما دار في حاله قال هو عمره ما غلط، بس هو عم بيقول انه الذنب مش ذنبه، الذنب صديقتك. بعدك على علاقه معه؟ لا مش بعدك بتشوفيها؟ لا ما بقيتش كنشوفه، ما يمكنش نعاود نشوفه. لا هي لا هو بجوج طبعا. هلا انت امام اسامه، بدنا نعرف بدنا نرجع نزوجكم ولا شو؟ بنجيب لكم المأذون؟ مكرهتش. في مأذون هون قريب، بدك تسامحيه سارة؟ والله إنها جوهرة، أنت بعدين حسابك بحكي أنا وياك بعدين. بدي أسألك سؤال بس جاوبيني، إيه؟ لما شفتي حسيتي هيك فرحتي ولا كنت زعلانة؟ مش عارفة إحساسي. وشرف أبوكي شو؟ شو حسيتي؟ تخلط عليك كل شيء. تخلط عليك كل شيء؟ مفاجأة؟ كانت سارة يا سارة المفاجأة ولا شو؟ صار وفي نفس الوقت انا ما كنتش بغيت نتفكر هذا الشيء وبغيت نكمل حياتي، ما بغيتش نبقى. طيب يمكن هذا الشاب نصيبك، يعني اخطا وندم وتاب تايب، بدك تسامحي؟ بدك تقولي له مسامح كريم؟ مسامح، قولي له سامحتك والمسامح كريم. انا سمحت لك والمسامح كريم. يلا هاتي لابوك تعال. خلصنا نحن، انا رح تابع الموضوع، انا تحت مسؤوليتي هذه البنت، هي زي بنتي تحت مسؤوليتي. 21 سنة عمرها، قديش عمرك انت؟ 32. كم؟ 32. 32 صار كبير عليكي. طيب مبروك. مرسي. وشرفتينا. شكرا. شكرا لك يا قمر. مرسي. جوهرة رقيقة والله يوفقكم، وزهرة ديروا بالكم على بعض، يلا خدها بإيدها وإن شاء الله بتفرحوا الأهل كلهم. يلا رفقا بالقوارير شيك. على كل حال نلتقي إن شاء الله ببرنامج المسامح كريم مع قصة وقصص تانية، خليكم معنا دايما. فيكم دائما ببرنامج المسامح كريم، رح منشوف القصة قصة الآن من القصص اللي منعرفها بحياتنا أو حولنا، ولكن قبل ما أحكي لكم إياها خلوني استقبل صاحب المبادرة الأخ إبراهيم أمين. أهلا أخي إبراهيم. أهلا، تفضل 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 سريع. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. كيف الأحوال؟ الحمد لله. إبراهيم. نعم. كيف الشغل؟ إبراهيم موظف إداري بالجامعة، أي جامعة؟ جامعة الأزهر. جامعة الأزهر. طمني عنك، الشغل ماشي؟ تمام الحمد لله. العائلة بخير؟ حلو. كلكم بخير؟ الحمد لله. راضي عن الأحوال في مصر؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، مهم أنك تكون راضي. الحمد لله. طيب، مش هنحكي بالسياسة إبراهيم. ماشي. إبراهيم إجا لسبب، لأنه إبراهيم في خلاف بينه وبين بنته
وفي فراق صار عمره تقريبا شي سنة. راح بحكي لكم الحكاية، وهي انه عنده بنت اسمها ناهد كان عمره 24 سنة، تقدم لنا شخص عمره 57 سنة، هي عمره 24 سنة، الشخص اللي تقدم لها عمره 57 سنة. انت عمرك كم ابراهيم؟ 53. اكبر منك؟ ايوه اكبر منه لابراهيم. هلا عمره 53، من سنتين كان عمره 52، كان هداك عمره 57. المهم انه طبعا ناهد بنت عروسه ولطيفه وحلوه وجميله، مش عارفه مش عايزه تتجوز، رفضت. عاندت ابوها، ابوها يعني ضل يحاول معاها الى ان تقريبا مش حقول غصبها بس يعني اقنعها انه تتزوج الرجل الستيني، 57 يعني هلا صار عمره 60. تزوجت ناهد، ولكن ما مضي عليهم 7 ايام حتى طلقها. ايوه مزبوط مزبوط. ليش طلقها؟ ناهد هو كان مخيتها، اتجوزها كويس وخدها وراح اسكندريه قعد اسبوع. وبعد ما قعد اسبوع في اسكندريه جابها ولحد البيت وسابها وقام ماشي من نهارها، واحنا مختلفين مع بنتي. نعم. كل ما يجي لها حد عشان تتجوز رفضاه. نعم. بقالي سنة. نعم. لا تحايل عليها، في ناس بيجي لها وهي بترضاش. شو عندك أولادك إبراهيم؟ أنا عندي 2 أخواتها بنات متجوزين ومخلفين، 2 كل عيلة جايبة ود وبنت. يعني ولا مجموعة 3 بنات؟ هم 4. 4 بنات. وفي بنت اصغر منها في ثالثه اعدادي. نعم. وبيجي لها خطوبه حاليا. نعم. فطبعا مش هقدر اتجوز اللي في ثالثه اعدادي قبل دي. فانا زعلان منها لانها ما مش راضيه بحد خالص. طب بتحكي معاها؟ بتحكي معاك هي؟ لا. ولا يعني في قطيعه؟ ما بتكلمنيش، وانا بقى سايبها وقاعد في الجامعه، بروح عشان كل شهر كل 20 يوم اشوف العيال الثانيه وارجع. وهي ما بتشوفهاش؟ وهي ما بتكلمنيش. ما بتكلمها؟ لا. طب انت مش حاسس شوي بذنب؟ طبعا حاسس بذنب. طب مش حاسس انك ظلمتها للبنت؟ ظلمتها طبعا. بنت زي الزنب بقى 24 سنة، زوجتها لواحد 57 ومرضيش ظلقها بعد 7 ايام. انا ظلمتها، وانا متكفل بالذنب بتاعها برضو. بس هي بالارادة بتاعتها برضو، يعني هي بالارادة بتاعتها، يعني هي اتجوزتها بالارادة بتاعتها برضو. طب كيف قبلت انت تزوجها لواحد عمره 57 سنة اكبر منك؟ ماشي. هقول لك يا عمي هو اكبر منك. انا قلت لها هو كبير في السن ما ينفعكيش، قالت هو ده اللي هتجوزه. هي قالت هتزوجه. مش انه انت غصبتها يعني؟ لا لا ما غصبتهاش. لا انت غصبتها. لا يا الا انا غصبتها. لا انا ما غصبتهاش بصراحه. انا العيال عندي بتتجوز بالاراده بتاعتها. انت ديمقراطي في البيت؟ نعم. ديمقراطي انت في البيت؟ يا كل عيله تتجوز بالاراده بتاعتها، تمشي مع بتاخد اللي بتحبه. الله ينور عليك. صح كده يا سيدي. ليك مشكرك على المبادرة انك جيت حتى تسترجع بنتك من خلال هالبرنامج، حساعدك. بس خلينا نشوف بالاول، لانه وجهنا الدعوة الى بنتك وناهد، ومشوف اذا كان وافقت انها تشرفنا على الاستوديو. ان شاء الله تكون وافقت. طلع بهالشاشة. النهارده رايحين المنوفيه، يعني تقريبا كده على بعد ساعتين من القاهره، عشان نسلم دعوه الحضور لناهد ابراهيم.